أوضحت جامعة حائل أنها اتخذت عددا من الضوابط والآليات للاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي في ضوء توصيات وزارة التعليم من أجل ضمان استمرار العملية الأكاديمية بجودة وكفاءة والبحث عن أفضل السبل لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب وفقا للوضع الراهن والظروف الاستثنائية نتيجة جائحة فيروس كورونا. للحديث حول هذا الموضوع انضم إلينا هاتفيا من حائل وكيل جامعة حائل للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد الشمري. دكتور زيد أهلا بك معنا. يعني بداية، كيف استعدت جامعة حائل للاختبارات النهائية أكاديميا وتقنيا كذلك؟ أهلا وسهلا بكم، أسعد الله مساءكم ومساء مشاهدي الإخبارية وأيضا مساء هذا الوطن المعطاء. حقيقة فيما يتعلق باستعداد جامعة حائل للاختبارات النهائية، في واقع الأمر الجامعة اتخذت جملة من الإجراءات التي تتوافق مع توجهات وتوجيهات مقام وزارة التعليم وتراعي أيضا طبيعة وظروف هذه المرحلة، وهي حقيقة في مجملها أيضا تصب في مصلحة الطلاب وطالبات الجامعة. للأمانة أنا سأتحدث حقيقة حول هذا الجانب عبر ثلاث محاور. المحور الأول يتضمن الإجراءات التي قبل الاختبارات وهي التي تدور هذه الأيام، ففي هذا الجانب تم تمديد الفترة الخاصة بالانسحاب عن هذا الفصل حتى 30 من هذا الشهر، شهر شعبان، حتى يتمكن طلاب وطالبات الجامعة من الاطلاع على المحصلة النهائية لدرجات من أعمال الفصل المقدرة بثمانين درجة، ومن ثم يستطيعوا أن يتخذوا الإجراء المناسب سواء بالانسحاب أو الاستمرار بهذا الفصل، علما بأن الانسحاب لن يحسب من المدة الزمنية الدراسية للطلاب والطالبات. وكذلك تم أيضا معالجة الجوانب المتعلقة بالحضور والانصراف. هذا أولا. ما يتعلق ثانيا بالاختبارات، حقيقة تم ابتداء بناء الجلسات التقنية الإلكترونية للاختبارات والتي تتضمن الفترات المخصصة لكل اختبار، وسيعقد الاختبار النهائي من خلال نظام إدارة التعلم عن بعد البلاك بورد، وهو اختبار محكم محوسب تقدم من خلاله جميع المقررات الأكاديمية بالجامعة. سيبدأ ابتداء من الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وتحديدا في الثالث من شهر رمضان المبارك، ويستمر حتى 21 من هذا الشهر، وستكون فترات الاختبار على فترات تبدأ من بعد الظهر وفترات كذلك مسائية مراعاة لظروف الطلاب والطالبات في هذه المرحلة. الاختبار النهائي سيخصص له 20 درجة، وسيرصد ترصد الدرجة النهائية للطلاب بناء على هذا المجموع. المرحلة الثانية هو الجانب الثالث، ما بعد الاختبارات النهائية بإذن الله تعالى سيكون هناك معالجة للمعدل الأكاديمي للطلاب والطالبات من خلال تفعيل خاصية تحليل درجات الطلاب والطالبات آليا للفصول السابقة، وهذا الإجراء اتخذته الجامعة حقيقة لمعالجة أي فجوة قد تحدث ويتأثر بها معدل الطلاب والطالبات. وضحت الصورة في هذه النقطة. دكتور زيد الشمري أشكرك وأعتذر منك لضيق الوقت، كنت معنا عبر الهاتف من حائل وكيل جامعة حائل للشؤون الأكاديمية دكتور زيد الشمري.